السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم. فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى الفيديو اول فيديو معكم في رمضان. هذا الفيديو يعني شارك معكم بعض الوجبات ولا بعض التحضيرات اللي كنحضرهم هنا في رمضان. نتمنى يعجبكم ونتمنى لكم اول حاجه رمضان مبارك كريم، وكل عام نتوما بخير وكل الامه الاسلاميه بخير ان شاء الله، صحه وسلامه، وان شاء الله يتعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتو، وكل عام أنتم بخير وصحة جيدة يا ربي آمين. وهنا يبقوا معايا باش نشارك معكم بعض الوصفات اللي بالفا كنصور نشارك معكم. غادي نشاركهم معكم حتى اليوم. أول حاجة غادي نشاركها معكم هاد البيتزا الصغيرات، ميني بيتزا، غنديرهم بلافيون داشي بالكفته، كيجيو رائعين. نتمنى يعجبكم، بقاو معايا باش غادي نشارك معكم. هذه عجينه خاصه جدا، انا كنحضر بها كل شيء، يعني ديري بها البيتزا، ندير بها ميني بطبوط، يعني تقدر تحضروا بها اي حاجه، كتجي رائعه خفيفه وهشيشه. نتمنى تعجبكم. غادي نشارك معكم العجينه ديالها وبقاو معايا. هنا اول حاجه غادي ندير فيها هذه العجينه، عندي المهم هنا الدقيق الابيض العادي، وعندي الفينو اللي كنديروا به البطبوط وكل شيء. المهم انا كندير بها هذه العجينه، كندير بها اي حاجه، يعني كتجي خفيفه وزينه بزاف. تحضروا بها اي حاجه معجنه تاع رمضان ديروا بها، كتجي زوينه بزاف وكيجيو هشاش وخفاف. يعني هذه هي العجينه، يعني ما تقدرش تستغنى عليها، زوينه بزاف. وتحضروا بها الحويجات اللي كما يقولوا تكونوا راضيين عليهم ملي كديروهم. هنا المهم غادي ندير واحد الكميه، هنا ما عنديش الدقيق بزاف، تقريبا عندي واحد 400 غرام تاع الدقيق، فرينه البيضه، وغادي نضيف النص ديالها، يعني واحد 200 غرام تاع السميد الفينو داك الرقيق. ما عادش نضيف بزاف، يعني النص الا درنا 500 غرام نديرو 250، ولا درنا 400 درت هنا 200، النص ديالها صافي. وغادي نضيف لكم كما العاده شويه ديال الملح، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره تاع السكر سنيده، وغادي نضيف خماره تاع العجين، ما نضيفوهاش بزاف، ندير واحد كميه قليله خصوصا الا كانت الحراره مرتفعه، ولا يعني نضيف واحد الكميه. هذه خماره تاع الغبره تاع العجين ماشي تاع الحلوه، غنديرها في واحد الكاس تاع الماء باش تذوب، ومن بعد نضيفها مع الدقيق ونخليهم يضربوا مزيان حتى المهم حتى يندلكوا مزيان، ولا دلكوهم بيديك كل واحد اللي موجود عنده. هنا غادي نضيف الماء، وما ضفت حتى معلقه سكر سنيده واخا ما صورتهاش، ولا غادي نضيفها من بعد يمكن. هاد المرات ملي كنديرو المونتاج مع السيتو اللي يكون عندو الأطفال وكلشي متعقليش كاع شنو كديري والله. المهم هنايا درت خمارة العجين ودرتها شوية دالما وضفتها مع ديك الدقيق والماء، المهم ما يكون شوية دافي ماشي بارد باش الخمارة ما تبردش. وهنا غادي نضيف واحد الياغورت ناتيور طبيعي للعجينة، هذا اللي كيرطب العجينة وكتجي خفيفة بزاف. حتى البيتزا جات بها في الحقيقه رائعه جدا، كتجي هشيشه وما تجيش يعني معجنه ولا. المهم هنا ضفت هاد المكونات وغادي نخليهم، المهم نخلي الروبو يدور مزيان يدلكو مزيان مزيان حتى نحصل واحد العجينه، يعني ما تكونش يعني شكلوا بها اللي بغينا، تكون شويه هاك وهاك، ماشي ثقيل ماشي ثقيله ماشي خفيفه. هنا من بعد ما العجينه عجنتها وكملتها خليتها طاشي شويه، ومن بعد غادي نشكل بها واحد الميني بيتزا. غادي نسرح العجينه هنايا، درتي شويه السميد هكا رقيق فرشته في الارض، بقات درتها شويه خفيفه ونسرحها هكا كما راكم تشوفوا معايا هنا في الفيديو. ومن بعد نديرو المهم نشكلو دوائر نتاع البيتزا باش بأي مول عندكم. المهم هنا أول حاجة درت هذا، قلت لكم نفس العجينة غادي ندير بيها ميني بطبوط،
وكذلك هذيك البطبوط الصغير هو نفس الميني بيتزا. هنايا نشكل هنا هذا على شكل مربع، هذا الميني بطبوط، هذا البطبوط الصغير، وحطوه هنايا في الصيني حتى من بعد نطيبهم هنايا في فوق شي في الطواجين ولا في المقله، كل واحد والاختيار ديالو. درتهم على شكل مربع، تقدر ديرو على شكل دائري، ولا بعض المرات كتبغي تغيري. غادي نستمر على الطريقه حتى نكمل العجين ديالي. ومن بعد غادي نمرو باش نحضروا لي ميني بيتزا. انا درتها هنا بلا فيون داشي، وتقدروا تحضروها باش ما عندكم. وهنايا من بعد البنات المهم خديت ديك العجينه اللي بقات ودرت بها، حضرت جبت واحد الكاس ولا اي حاجه تكون عندكم، ولا شي مرشم يكون عندكم شويه كبير دائري. انا خديت هذا الكاس ورشمت به على شكل دائره على هذا الشكل، وغادي نحضر بهم الميني بيتزا. المهم هنايا خدات درتهم شكل دوائر، المهم العجينه اللي بغيتو على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. المهم تقدروا حتى تحتفظوا بهم، تقدروا طيبوهم هكا نص طياب يعني نص طيبه، ما طيبوهمش كاملين. المهم ضروري قبل ما نطيبوهم تقبوهم هكا من الفوق بالفرشيطه وتحتفظوا فيهم بهم في المجمد. انا هنايا المهم ما عاديش نديرهم في المجمد ولا يعني خدمتهم، وغادي نطيبهم مباشره يعني غادي ندير لهم هكا شويه نثقبهم هكا باش العجينه ما تخرجش طالعه بزاف، نثقبهم هكا بالفرشيطه. ومن بعد ندير فوقهم ديك لاصوص تاع الطماط، المهم هنايا هادو هما لي ميني بيتزا اللي درتهم. وكما راكم تشوفوا معايا الفيديو كانت ندير لهم هكا شي تقيبات هكا بالفرشيطه بالفوق، ومن بعد غادي نضيف لهم فوق ديك لاصوص طوماط تاع الطماط تاع البيتزا. انا عندي موجوده من قبل حضرتها يعني ديروا فيها كل شيء، طماطيش واحد البصله شويه الثوم، واللي بغى كيدير كان اللي بغى يدير فيها حتى شويه الزعتر، وكل كان اللي لا. ماما ما درتش فيها الزعتر لحقاش كنبغي ندير فيه مباشره هنايا في البيتزا. المهم هنا سرحتهم هكا على هذا الشكل، ومن بعد غادي ناخذ لاصوص ونديرو من الفوق واحد الكميه هكا. وبالنسبه للكفته يعني كنديروها من الفوق يعني ما نطيبوهاش، ولا نديروها فوق البيتزا يعني تطيب في الفرن، نديروها خضراء ما تقليوها ما حتى شي حاجه، لحقاش هي في الساعه كطيب ما كتاخذش وقت بزاف يعني كطيب في الفرن. هنا الطوماطيش كما شفتوا غادي نديرهم هنايا فوق، نسرحهم هكا مزيان باش يلصقوا جاوني في كل الجناب وفي الوسط وكل شيء. كتجي رائعه خصوصا هاد العجينه البنات من الطفول، هذاك الياغورت ناتور كتجي زوينه بزاف وخفيفه، يجربوها يعجبكم. وغنديرهم كاملين كما شفتوا هنايا، كما شفتوا يعني الدقيق درت قليل يعني 400 غرام مع ديك الفينو، وعطاتني واحد الكميه كثيره نتاع البيتزا وكذلك البطبوط. غادي نستمر هكا، ومن بعد غادي نضيف لها المكونات الاخرى، الفرماج محكوك والكفته، وغادي نضيف الزعتر يعني دار الزعتر يكون يابس. انا زينتها من الفوق، كان اللي بغى يزينها ولا يخليها هكا عاديه، زينتها هكا بالفلفل الخضر والصفر كيجي حتى هو فيها زوين بزاف، وتقدروا تخليوها هكا. المهم كل واحد على حسب وشنو يبغي. نضيف لهم هكا، وهنايا ضفت لهداك الفرماج الموتزاريلا كما شفتوا، درت يعني اللحم المفروم من الفوق. المهم قبل درت فوق الطوماط الفرماج فرماج محكوك، ومن بعد ضفت له الكفته، ومن بعد ضفت دوك الفلفل هنايا. شي وحدين ما درت لهمش الفلفل لحقاش المهم الاطفال ديالي ما كيبغيوش الفلفل ياكلوه، يعني علاش ما درتش الاخرين، درت لشي وحدين ماشي كاملين.
وفي الاخر درت هاد الموتزاريلا الفوق على هذا الشكل، كتزيد لها واحد المذاق زوين بزاف الموتزاريلا. المهم انا حكيتها، ما شيتهاش محكوكه، شيتها هكاك وحكيتها وضفت لها كامل الفوق، كتجي زوينه بها البيتزا دي رائعه، تعطيها واحد المذاق واحد النكهه. المهم انا خصني نزيد، غادي نزيد نحك، ومن بعد غادي نضيفها في دوك البيتزات اللي بقاو وندخلهم الفرن. من الاحسن يكون الفرن سخون باش هكا البيتزا كتجي زوينه وتجي، يعني كيكون سخون كطيب بسرعه، في نفس الوقت كتجي احسن، ماشي كما من يكون الفران بارد. من الاحسن تكون درجه الحراره مرتفعه، انا درت على من فوق ومن تحت على 240، يعني تا قرب المغرب. عاد كطيبت عاد درتهم في الساعه، يعني كيطيبوا لقاش سخنت الفران من قبل، يعني ما يطلبش الوقت بزاف، خصوصا الا كان الفران سخون راه كطيب في الساعه وتجي محمره وتجي لذيذه، خصوصا ملي تكون سخونه داك الفرماج كيكون في وسطها كيعطيها واحد المذاق، واحد كيجي دايب كيعطيها واحد المذاق زوينه بزاف. هنايا ضفت هادو هنايا وصافي، هادو هما يعني الوصفه تاع هاد النهار. خادرت حتى واحد اللي بغيك لي كروفيت و ديك الشوربه تاع الشينوا وكلشي، المهم ما شاركتهمش معكم لحقاش الفيديو غادي يجي طويل بزاف. شاركت معكم هاد العجينه اللي ما نستغناش عليها في رمضان، خصوصا في رمضان اللي كنبغيو نحضروا هاد الحوايج بزاف. المهم شاركتها معكم، نتمنى تعجبكم و جربوها. هنايا درت هادو، المهم هنا كملتهم، غادي ندخلهم مباشره الفرن ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي نتاعهم كي كيجي، وكيجيو رائع جدا. خاني وريتهم لكم في الاول تاع الفيديو شكلهم كي كيجي، باش نعطيكم نظره كي كيجي باش هكا تشاهدوا الفيديو اكثر، وتقدروا تزيدوهم فوق الا بغيتوا فرماج غابي ولا تخليهم هكا. المهم كيجيو على هذا الشكل. هنا درتهم الفران وغادي نحضر، نبدا شويه نحضر الطاوله واخا ما عادش نصور معكم كل شيء. هنا خديت التمر ماما معايا وجدو المغرب، راه دوكا بقى المغرب ما بقاش بزاف، واحد 30 دقيقه ولا 40 دقيقه كما قلت لكم، حتى لاخر لحظه عندي دوك البيتزا تيطيبوا باش بقاو سخان، يعني ما كيتكلوش باردين، وخصوصا الا كان الفران سخون راه كيطيبوا، يعني كيطيبوا بسرعه ما كيطلبوش الوقت. هنايا هما البيتزا ديالنا اللي طابوا، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين، كيجيو محمرين من الفوق من التحت. ولي ميني بطبوط هادو هما لي، المهم انا كنحلهم هما سخان باش ما يقدروش الوقت في ساكي تحلو. غادي نعمروهم بالكفته والسلطه ومن الفوق نخليهم هكا، مو تقدروا تضيفوا لهم فوق فرماج غابو ولا تخليهم هكذاك. هذا هو الشكل النهائي نتاعهم، وهادو هما الوصفه تاع هاد النهار. نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم متنساوش اللايك والاشتراك في القناه. المهم هما وصفات سهله وبسيطه وما كطلبش الوقت بزاف، ومشاركت معكم هكا اول فيديو تاع رمضان. وفي الاخر نقول لكم الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله، اترككم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.